هي تجي مع المجهود، تجي مع المستوى. انت ما عملت اي شيء، لا قتاليه على الكوره ولا حتى عملت اي شيء. اللاعبين الان اللي يشوفوا مع الملعب تقول كانوا فايزين، هم اللي فايزين. الهلال مو كان الهلال مهزوم، الفريق الايراني لعب بروح عاليه، قتاليه عاليه، اللي كان يسعى للفوز وكان يلعب تكتيك معين. هاجمك بادر، ما كان مدافع، بالعكس الفريق الايراني ما كان مدافع اليوم، كان يلعب بالجمهور يا اخي. ابد، كان هو اللي يسعى ورا النتيجه، ما كان الهلال اللي يسعى ورا النتيجه. لا لاعبين مادين، لابد ان تفرج نفسك، اذا انت تبغى البطوله، تبغى انك تسعى للنهائي، لابد انك تعطي أسألنا أن تكون محصل أنك توصل النهائي. الفريق اليوم ما أدى أي شيء. المكسبنا الحقيقي في مباراة اليوم هو الحضور الجماهيري، غير كذا اللاعبين حقيقة